فجاءوا به إلى بيلاطس أكثر حكام الرومان قسوة، وكان قد سلب قبله آلافا من الناس. ماذا تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ اللغة البسيطة يكفينا شر الحسد. حسد، احنا عندنا حسد طبعا، حسد مذكور في الكتاب المقدس. تعالوا نروح لإنجيل مرقس إصحاح 15 بداية من عدد 9، يقول الكتاب: فأجابهم بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ عارفين ليه قال لهم كده؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. في ناس بتحسد، أكيد مش بالمفهوم اللي جه في ذهن حضراتكم. دايما نسمع كده أنه العين فلقت الحجر. مفهوم الحسد هو شعور بعدم الرضا نتيجة ما يمتلك الآخرون مع تمني زواله منهم وياريت أحصل أنا عليه. أقولها تاني، هو شعور بعدم الرضا، مش مستريح. ليه؟ نتيجة ما يحصل عليه الآخرون، في حاجة عندهم أنا متضايق إن هم عندهم ده، مع تمني زواله منهم، ولو حصلت عليه ده شيء كويس. شيوخ والكتبة والرؤساء شافوا إن المسيح محبوب، ده ضايقهم. الشعور اللي وصل لهم شعور بالمرارة والضيق نتيجة ما يمتلك الآخرون. يمكن تقولي لا 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 الحمد لله احنا ما بنحسدش. طب خليني أقول لك كده كم مثل. كم مرة لما سمعت إن حد اشترى عربية اتضايقت؟ كم مرة لما سمعت إنها اتخطبت قلتي معقولة وكمان دكتور؟ كم مرة لما عرفتوا إنه اشترى أرض جنبك وهيبني عمارة حصل ضيق؟ كم مرة لما عرفت إن فلان هو اللي هيخدم قلت مش المفروض ده، المفروض أنا اللي أعمل كده؟ ده حسد. ومشكلة الناس اللي بتحسد إنه بيحصل جواها نوع من المرارة والضيق وما بتعرفش تسكت، بالعكس الحسد يولد جواها هم رغبة في فعل خطايا أخرى. فاكرين إخوات يوسف؟ إخوات يوسف يقول الكتاب حسده إخواته، ولما حسدوه فكروا يقتلوه وباعوه عبد. كارثة كبيرة قوي، ومجموعة حاجات كتيرة قوي بتيجي عند الأشخاص الحاسدين. أخويا المسيح اتصلب ومات وقام من أجل كل الناس بما فيهم الحاسدين. لو أنت من الناس أو أنت من الناس اللي بتتضايقي لو شفتي واحدة جايبة طقم جديد أو جايبة ذهب جديد وعندك شعور بعدم الرضا نتيجة ما يمتلكه الآخرون، أنت بتحسد. الكتاب المقدس يتكلم أنه المحبة لا تحسد. بولس الرسول يتكلم مع أهل كورنثوس يقول لهم أنتوا جسديين مش روحيين. ليه بتقول كده يا بولس؟ قال لهم إذ فيكم حسد وشقاق وانقسام. الحسد بداية وراها كتير من الخطايا. لكن النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد القيامة، المسيح عايز يجي يقومك من إن كل تفكيرك فيما يمتلك الآخرون. ودايما عندك مشكلة جابه لبسه زوده اتفسحه بياكله، ده إكرام من ربنا للي عايز يكرمه. تعال له النهاردة وقول له في ذكرى قيامتك أنا مش عايز أبقى في الحتة دي، أنا عايز أشوف كل بركة أنت بتديها لي. لأنه يا جماعة الحاسدين ما بيعرفوش يستمتعوا بما يمتلكوا، لأنهم دايما بصين للي في إيد غيرهم. المسيح جاي يقومك لو أنت من الأشخاص اللي بتتضايق لما بتشوف في ناس عندها حاجات لو مش موجودة عندك، ونفسك نفسك إنها تزول منكم. يلا مديله إيدك وقول له قومني من الحتة دي، عايز عيني تبقى عليك وبارك كل واحد أنت باركته، فبارك وكون بركة. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.